اليوم ليداك كتستمر في الالتزام ديالها وكتكتف الأنشطة ديال التواصل ديالها من أجل التحسيس بالممارسات الفضلة اللي كتمكن من اقتصاد الماء وكذلك تحسيس الساكنة ديال الدار البيضاء بالتحديات والفوائد ديال الحفاظ على الماء. لهذا الغرض بحال هاد الحملات وبحال هاد البرامج ديال التحسيس اللي كنقوموا بها بشراكه مع المجتمع المدني وخاصه الجمعيه ديال الاساتذه ديال علوم الحياه والارض اللي اليوم كتنطلق واحد الحمله وطنيه وكتنطلق من الدار البيضاء ومن الاكاديميه ديال ليداك اللي كنبغي ناكد عليه. الحاله الراهنه اليوم كتستدعي تضافر الجهود ديال الجميع كمواطنين كمؤسسات عمومية كمقاولات كمؤسسات ديال التعليم كوسائل ديال الإعلام من أجل الحفاظ على هذا المورد هذا اللي حيوي وهكذا كيمكننا من ضمان الولوج المستدام لهذا المورد هذا الأجيال ديال المستقبل. أمام الحدة والشدة ديال الأزمة اللي ما بقاتش في الحقيقة مناسباتية وإنما أصبحت هيكلية مستمرة، ولو أن تبنى بعض الأيام ديال الأمطار ولا بعض الملامح ديال الفصول، فالأزمة منذ 28 سنة مؤتمرات الأطراف ديال المناخ كتقول لنا بأن المناخ سيتغير، وجميع السيناريوهات كتأكد بأن هادشي غيستمر 2050. كنا في 2500 متر مكعب للمواطن ولينا أقل من 600 من السبعينات الآن. الآن المنحة غادي الانخفاض رغم بعض الخطرات أو بعض الكميات، وهذا كيطلب منا باش نخرجوا فقط من المجهود فقط ديال الدولة، تحويل المياه، سدود، تحلية ماء البحر، هذا الشيء ما غيكفيش. اللي غادي يكون ضروري هو أن كل واحد يغير، وباش يغير خصو يشوف شحال كيستهلك. الفلاحين هذه الحملة غتوجه للفلاحين، كتوجه للمؤسسات ديال السياحة وديال الصناعة، وكتوجه كذلك للإدارات، كل إدارة بإمكانها أنها تخفض من الماء. كيفاش؟ أولا أنها تقتصد الماء، وباش تقتصد الماء تشوف التجهيزات اللي عندها، تشوف التسربات، وتشوف السلوكات ديال المرتفقين. ثانيا أنها تعمل على تجميع الماء، هذه كانت ثقافة ديال تدبير ندرة الماء، كنا كنجمعوا الماء في مطفيات حتى الدوار داخل المنازل، دابا خصنا نديروها في كل الإدارات، لأن هذا الماء ممكن يعفينا واحد 3 سنين من أننا نطلبوا مياه أخرى. ثالثا أننا نقلصوا من التلوث وندخلوا في الاقتصاد الدائري اللي كيفرض بأن الماء اللي كيتستعمل يعاد استعماله، وهنا ممكن الآن كاينة تقنيات وكاينة سلوكات اللي ممكن تسهل لنا أن الماء اللي كنستعملوه نعاودوا نستعملوه يا إما في الحدائق ديالنا يا إما في المراحيض يا إما في إعادة استعمال عدة مرات، وهذه إعادة استعمال هي اللي غتسمح لنا باش ما نبقاوش نخدموا سنة شهر بشهر، وإنما نخدموا على 5 سنوات كيكون عندنا الكمية الكافية باش يكون التكيف والتحمل ومواجهة هذه الكوارث اللي هي المناخية. لذاك اليوم كتعلن عن انطلاق الحملة التحسيسية الثانية من أجل الحفاظ على الماء اللي هو المورد أساسي، وذلك بشراكة مع جمعية SVT. غير نذكر بأنه في 2023 ليداك قامت بالكشف وإصلاح 20,000 تسرب مائي، وذلك باستعمال تقنيات حديثة مثل الكرة الذكية، وكذلك قامت بوضع أجهزة للكشف المبكر عن التسربات.